مخيم دنمج للاجئي وسط إفريقيا جنوبي تشاد من أشهر محطات اللاجئين في العالم منذ 3 سنوات، تصله اليوم هيئة الإغاثة الإسلامية السعودية بمساعدات مكونة من آلاف السلات الغذائية، كما يؤكد رئيس مكتب الهيئة في تشاد. تقوم الهيئة بإيصال المساعدات الغذائية لهم، والتي تتكون من 3300 سلة تحتوي على 2 لتر من الزيت و10 كيلو من الأرز و10 كيلو من دقيق الذرة، والتكلفة الإجمالية تصل إلى 70 مليون سيفا. آمين من الله أن تكون هذه المساعدات إعانة لهم وتخفيف لما أصابهم. آلاف الأسر اللاجئة في مخيم دنمجة أبدوا سرورهم وفرحهم بهذه المساعدة، شاكرين هيئة الإغاثة الإسلامية السعودية على هذه اللفتة الإنسانية في وقت تناست فيه منظمات عالمية مأساتهم. نحن فرحانين ومسرورين جدا جدا، لأن في أيام فاتن كان شهور 4 أو 3 كنا في قحط وفي مجاعة عظيمة مرة واحدة. شكرا لهذه الهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، شكرا لها جزيلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتها وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. هي سلات غذائية يقول اللاجئون هنا إنها جاءت بعد أن عاش سكان المخيم أوضاعا مزرية وصلت أحيانا إلى التغذية بأوراق الأشجار. لاجئو جمهورية وسط إفريقيا ينتظرون المساعدات الإنسانية من العالم، فجاءت هيئة الإغاثة الإسلامية السعودية لترسم البسمة في وجوه قوم يأسوا من الحياة ذات يوم. مختار بابتاح، الإخبارية، مخيم دنمجة، جنوب تشاد.